حياكم الله مشاهدينا الكرام متابعي قناة اليوم الفضائية وحلقة جديدة من برنامج الوسم. أنا كرار حباب فاصل قصر وفقرة فيس تو فيس، خليكم ويانا لحد يروح بعيد. أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في فقرة فيس تو فيس، حيث الأخبار والمواضيع والأحداث والترندات المحلية والعربية والعالمية اللي دائما ما تكون موجودة في برنامجنا برنامج الوسم. أولى مواضيعنا وأحداثنا في هذه الفقرة هو موضوع من سنوات بدأ العمل عليه، وشفنا أكو خطط وأفكار وأيضا عمل على أرض الواقع. الآن الموضوع بدأ يعني مثل ما نقول يعمل ونشوفه كباقي الناس، اللي هو موضوع التاكسي النهري. بس هذا الموضوع من بدأ هسه ومن بدأت الحركة بهذا المشروع، البعض من المواطنين والبعض من الناس قال انه الانهار حاليا هي جافه، الانهار هي حاليا ما بيها مي، تفتقد للمياه، لذلك صار الموضوع هو اشبه بالترند، وناس تحكي وناس تقول وناس تمدح وناس تقول هاي الخطوه ممكن مميزه، وناس تقول ممكن احنا نرجع للقطارات والسكك وغيرها من الامور، ناس تقول احنا نريد مترو. هذا الموضوع اللي هو موضوع التاكسي النهري، وايضا التفاصيل اللي انتشرت بشكل كبير جدا في مواقع التواصل الاجتماعي. يقول اول رحله تجريبيه للتاكسي النهري في بغداد، والتي بدات من مرسى الزوارق في الجادريه وتنتهي في محطه مدينه الكاظميه المقدسه، حيث سيكون هناك 5 محطات وثلاثين زورقا لنقل المسافرين والبضائع كمرحلة أولى. هذا ويستغرق التاكسي وقت من الكاظمية إلى الجادرية 20 دقيقة، بينما يستغرق قطع المسافة ذاتها في شوارع بغداد حوالي 2 ساعة. طبعا هو أكيد يستغرق 2 ساعة بسبب الازدحامات والاختناقات المرورية، بسبب الطرق اللي دائما ما نطالب بتوسيع هذه الطرق، دائما ما نطالب بالعمل على هذه الشوارع، شوي نحاول نخفف من الزحام المروري، من عدد الدوائر والوزارات والجامعات والمدارس والمستشفيات اللي موجودة في بغداد تتمركز في مناطق في قلب العاصمة بغداد، بينما نشاهد في أطراف العاصمة بغداد أماكن ترابية عبارة عن صحراء قاحلة. فشيء بالشيء يذكر، البعض من شاف هذا الموضوع طبعا راح نعرض لكم الصور أيضا والتعليقات، ذكر أنه هسه من الأنهار خلصت، من النهر قام ينعبر مشي، ولاكو دولة تروح وتجيب حق العراق بالمي، ولاكو وزارة، ولاكو دبلوماسية، ولا اكو اجتماعات، ولا امم متحدة، ولا كل شيء ماكو. دجلة يوم عن يوم نشاهد المنسوب المياه ينخفض بمعدل خطير جدا، وصل الى اعتقد 0.5 متر، يعني 50 سنتيمتر اعتقد وصل منسوب المياه. الناس قامت تتمشى بالانهر، فشلون راح تمشي التاكسي النهري؟ طبعا تقدرون حتى من خلال الصور، طبعا بالمناسبه شوف المي وين واصل، لما نباوع على الدعامات مال الجسر راح نشوف المي وين واصل وين كان وين كان صاعد. على العموم هذه هي صوره من، طبعا هذه من مدينه الطب، بالقرب من مدينه الطب في باب المعظم. هذا هو التاكسي النهري. ايضا صور للركاب في هذا التاكسي، صور اخرى ايضا للتاكسي النهري. يقول ابو اياد المندلاوي عمي سووها، سوولها سكه افضل، هو وين الماي؟ سوي لها سكه، والله احنا نحاول نسوي سكه، نحاول نسوي جسور، نحاول نسوي انفاق، طرق دائريه حول العاصمه بغداد، احنا نحاول يعني، بس نحاول شنو؟ بالكلام، نتكلم، نطالب، نناشد، وبعدين يجي دور المسؤولين، لو يسمعون لو ما يسمعون.
ترى انت تعيد اكساء الشارع هذا مو انجاز. نفس التبليط تعبان جيت رجعت بلطت هذا مو انجاز. سبق وذكرنا انه احنا نطالب بالمزيد، فانت هذا مو انجاز. الانجاز اليوم انت من توسع هذه الشوارع، توسع هذه الطرق، توسع هذه الجسور، الانفاق، الطرق. يعني ليش احنا العاصمه الوحيده يمكن ما بيها طريق دائري حول العاصمه؟ ما فيها، ما اعرف ليش. طريق دائري حول العاصمه، واحد بمكان ما يطر العاصمه من النص ويطلع يريد يروح للكرخ لو النقطه بعيده. اكو طريق دائري يصير بكل الدول حول العاصمه، طريق دائري موجود بالقاهره مصر، طريق دائري وبينزلات وبي من اي منطقه تريد تنزل وتروح وفضت راحت، طريق دائري. ليش احنا البلد الوحيد اللي ما عنده هذا؟ ما اعرف شنو 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 اللي راح يكلف هذا الطريق؟ ايش يكلف؟ ايش قد؟ مليارات؟ ما هي المليارات جاي تنسرق من ناس مدراء ومدراء عامين ومسؤول صحة الدائرة الفلانية ومسؤول ما ادري شنو التخزين وما ادري. هي جاي تروح. امير يقول خطوة موفقة يا رب، اما غدر الزمان يبدو ان الزمان قد غدر بها. تقول دجلة ناشف منين هذا المي؟ خاف بالحلم. والله ما ادري يا غدر الزمان. يمكن غدرونه، يمكن. رامي يقول حلو تخفيف من الازدحامات اللي بالشارع واستخدام الزوارق النهرية للنقل. آخر تعليق من أحمد يقول أشو ما ملبسيهم نجادات أو تشوابة. تشوب هسه أنا أفسر لكم شنو تشوب. تشوب سابقا التايرات الإطارات مال السيارة ما كانت فقط تاير وويل، وهذا هو كان داخله تشوب، احنا نسميه تشوب، هذا ينفخ وفوقه التاير وهذا. فيقول ليش مو تشوابه؟ نفس ذي التشوابه كنا ناجرهن بالمسبح اذا تتذكرون، من نروح المسابح ناجر تشوب، كنا ما نعرف نسبح ننزل نسبح بالتشوب. ايش ذكرك بالتشوب انت؟ ايش ذكرك؟ جاب تشوب على بالك. يقول تشوابه دائريه ووسائل امان ما بي اذا غرق شلون يطوفون؟ اقول لك وين يغرق؟ انت هم ما ادري شلونك يا احمد، هم ما ادري شلونك اخوي. غير تقدر تتمشى على النار، تتمشى هسه تنزل بدجله تتمشى هيك، تروح تتمشى وترجع مشي، وهذا المي يوصل لك حلقه المي، حلقه المي بالنار، هذا ارتفاع المي بالنار. هذا كان اخر تعليق بخصوص هذا الموضوع اللي احنا نقول ونتمنى انه يتطور اكثر، تصير حركه جديده للنقل افضل موجوده بكل دول العالم، حتى تكون يعني للسياحه. اكو دول تستخدم هذه الزوارق للسياحه، تفتار بالمدينه من خلال النهار السواح اللي يجون. فانت مو شرط مثلا انا اريد انتقل من هاي المنطقه لهاي المنطقه، ممكن انا ضايج يوم جمعه اخذ عائلتي نفتر بالنهر بالزورق، اجرب 10,000 5,000 يفرني يرجعني، طبيعي جدا. فنتمنى احنا هذا الموضوع يتطور اكثر فاكثر. الموضوع الثاني في هذه الفقره، بصراحه انا هذا الموضوع جدا ارتاحت لو كيفت بيني وبين نفسي، قلت يا الله وصلنا الى هيك مرحله، قمنا نحاسب هذول اللي ما طالعين بالصوره، هذول اللي خاتلين خلف الكواليس، اللي هم المدراء العامين، اللي بكل دائره تلقي مدير عام، بكل وزارة تلقى مدير عام، بس مو مدير عام واحد، يعني بكل وزارة يمكن تلقى لك 7-8 مدراء عامين، مدير عام المدري شنو، مدير عام المدري شنو. يقول مجلس الوزراء يصوت على إعفاء ونقل عدد من المديرين العامين بعد ظهور نتائج تقييمهم. البعض راح يقول لي شلون؟ أنا أقول لك شلون. قرر مجلس الوزراء أنه يسوي تقييم لعمل المدراء هذول او المديرين العامين، يسوي تقييم عمل وظهرت النتائج، وهنا كانت الكارثه. عدد كبير من هؤلاء الاشخاص هم ليسوا ب يعني ما اريد اوصفهم وصف يعني ممكن بعدين واحد يندم عليه، بس هم مو مهنيين ولا مالين هذا المنصب، بل
الأدهى من 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 هذا الموضوع إن هم واحدهم يسرق، يختلس، يسوي قضايا فساد، غيرها من الأمور. دائما ما كنا نتحدث خصوصا في هذا البرنامج خلال الفترة اللي مضت بهذا الموضوع، إنه إحنا يا ناس مو بس الوزير لازم يتحاسب، مو بس المسؤول لازم، المدير العام، كل وزارة بها كم مدير عام، هذول هم لازم يتحاسبون. هذول شريحة كبيرة رواتبهم عالية، وهم يعني طبعا مو الكل، خلي نقول البعض منهم، حتى ما نقول الأغلب، البعض منهم يسرق المال العام، يسرق المال العام. فلذلك احنا اليوم من نتحدث نقول يابا انتبهوا لهذه الشريحة المعينة من الموظفين بالدرجات العليا بالوزارات، اليوم يلا بالتصويت وقرروا انه اعفائهم فقط ونقلهم، يعني اعفاء ونقل، اعفاء ونقل. كان من المفترض ان يطبق عليهم القانون، بل الكثير منهم سيجدون انفسهم في السجون، لانه هواي منهم فاسدين. لذلك احنا نشيد بهذه الخطوه ونطالب ايضا بالمزيد. احنا جبنا عمرنا نطالب بالمزيد، ليش؟ لانه يا ناس، يا عالم، يا عراقيين، احنا اليوم في مرحله نسعى من خلالها الى التطور، نسعى من خلالها الى النهوض من جديد، نسعى الى التقدم اكثر فاكثر. لذلك نطالب، حالنا كمواطن عراقي اطالب ان يكون في بلدي مسؤولين مهمين، مسؤول يرعى مصالح الشعب، يرعى مصالح المواطنين. اريد مسؤولين اليوم من الطب الدائرة، من تلقي مسؤول بعيدا عن حماياته، بعيدا، فاتح بابه ويشتغل عدل ويشتغل للناس، بل يحاسب حتى الموظفين اللي ما يشتغلون. هذا اللي نريده احنا اليوم، هذا اللي نريده. خلينا نشوف الموضوع وتفاصيله وايضا ردود افعال المواطنين. يقول الخبر: مجلس الوزراء يصوت على اعفاء ونقل عدد من المديرين العامين بعد ظهور نتائج تقييمهم. احمد يقول: سنبقى نسأل ونتطلع للبطل الذي سيعفي مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء بناء على تقييمهم، إن كانت هناك إرادة حقيقية للشعب. مروان يقول: المفروض ينشرون أسماءهم للرأي العام. أتفق جدا مع هذا التعليق. اليوم أنت من تنشره للرأي العام الناس راح تعرف حقيقته، لذلك هذا أبسط شيء ممكن إحنا نسويه كردة فعل على اللي سواه هذا المدير العام في هذه الدائرة الفلانية في الوزارة الفلانية. خلي الناس تعرف حقيقته، حتى من واحد يشوفه بالشارع زين ما ينطي وجه ضاحك ولا يقول له أهلا أستاذ ولا أهلا ومرحبا، يقول له أنت سارق، سرقت البلد. خلي الناس، خلي نفضحهم، نعري هؤلاء الفاسدين. طبعا مع كل الاحترام لهذه الشريحة، أكو مدراء عامين ناس ملتزمين محافظين على مصالح الدائرة أو الوزارة اللي يعمل بيها، ويرعى مصالح الشعب والمواطنين، نعم ونشكرهم جزيل الشكر. نفس الوقت أكو ناس فاسدين، حرامية، يختلسون، يبوقون، يسرقون، كل شيء يسوون. ناظر حماد يقول: هاي من المدير عام وجوه زين، ومن المدير عام وفوق ما عليهم حساب وكتاب، لو سلم لي سلم لي. يقول وائل: المفروض اعفاء وياهم جميع قسم المشتريات بدوائر الدولة. الله يا وائل، وائل مبين موظف بالدولة فيعرف قسم المشتريات في هذه الدوائر. قسم المشتريات يروح مثلا يشتري أشياء معينة للدائرة، يروح لأبو المحل: يا أبا هذا بيش مثلا، الدائرة رادت احتاجت مثلا أثاث، احتاجت تخم مثلا، احتاجت كرسي، يا أبا بيش هذا الكرسي، يا أبا خلينا نقول بمئة ألف، كرسي مثلا فخم خلينا نقول بمئة ألف.
هو يقول له سجل لي اياه ب 150 لو ب 200 الف، واكو ناس سجله ب 300 الف. ابو وصل يجي ياخذ الفلوس، ياخذ 300 الف لو 200 الف سعر الكرسي، راح يعطي 100 الف والباقيات بجيبه. وهواي دوائر دوله هيك بيها سرقات، واحنا راح نركز على هذا الموضوع مستقبلا. فقسم المشتريات يقول وائل لازم ايضا يراقبوا. اخر تعليق من مدينتي الرفاعي يقول هذه افضل، هي هذه افضل قرار، ما يصير، المفروض تقول هذا افضل قرار، هذه افضل حكمة، هذه افضل وسيلة يعني، بس هذه افضل قرار ما يصير، لازم تقول هذا افضل قرار يا مدينتي. يقول هذا افضل قرار، يجب ان يتم على كل محافظة ويتم محاسبة مدراء الدوائر. العالم تعاني. هذا كان آخر تعليق بخصوص موضوعنا الثاني لهذا اليوم، هو موضوع المدراء العامين اللي تم إعفائهم ونقلهم من مناصبهم اللي هم بيها بعد قرار مجلس الوزراء. طبعا موضوعنا اللي بعده هو موضوع مهم جدا اللي راح نتحدث به بشكل كبير جدا. راح نستحدث فقرة نساعد بيها وزارة الداخلية، نساعد بيها السلطات المعنية. في فترة سابقة ظهر يعني للساحة موضوع المحتوى الهابط، وشفنا احنا مشكورين وزارة الداخلية ألقت القبض على الكثير من هذه الأشكال و تم إيداعهم التوقيف ومن ثم القضاء ومن ثم السجن. البعض منهم طلع، البعض منهم بعد، البعض منهم تاب وبطل وراح. ولكن هنا نسأل، متى يصل الدور إلى هذه النماذج؟ متى؟ هل لا تزال هذه العملية موجودة أم لا؟ موضوع المحتوى الهابط لا يزال موجود في البلد لو لا؟ احنا لازم نعرف هذه النماذج اليوم تحيث بالأرض فسادا، ما نعرف منين ما منين يطلعون. لذلك احنا في كل حلقة راح نحاول نجيب هذه الأشكال ونساعد بها وزارة الداخلية. اليوم هذولا تلقي فيديوهاتهم وصورهم الفاضحة في مواقع التواصل الاجتماعي بمناظر يعني والله ما اعرف شنو اوصفها، مناظر يعني. اليوم احنا في بلد تحفظ، اليوم احنا في بلد يعني بلد حضارات، بلد قيم، بلد انسانيه. هاي النماذج اللي جاي تسيء شنو هاي النماذج؟ طبعا للحديث عن هذا الموضوع اكثر ينضم لنا سياده اللواء الدكتور عدنان حمود، مدير حماية الأسرة والطفل في وزارة الداخلية. حياك الله سيادة اللواء. طبعا سيادة اللواء أريد أعرف من خلالك في بادئ الأمر، هل لا تزال حملة المحتوى الهابط مستمرة في وزارة الداخلية أم لا؟ بالتأكيد طبعا في وزارة الداخلية مهتمة بإكمال واستمرار الحملة بالمحتوى الهابط الذي بدأ ينتشر في السوشيال ميديا، ولا يتم اتخاذات قانونية عن التبليغ عن أي محتوى هابط وإحالته إلى القضاء وفق المواد القانونية المقارنة للعقوبات 111.1999. زين، طبعا بصراحة الصوت جدا ناصي، ما أعرف مخرجنا إذا بعد الاتصال موجود أم لا، أعتقد بسبب رداءة الشبكة. تسمعني سيادة اللواء؟ بالتأكيد أسمعك أخي، أسمعك. توجيهات الوزير الداخلية المحترم واضحة وصريحة بالاستمرار بالحملة ضد مرتكبي المحتوى الهابط في السوشيال ميديا وإلقاء القبض عليهم وإحالتهم بالمحاكم المختصة وفقا العقوبات العراقية 111/1969. زين سيادة اللواء، اليوم احنا جاي نشوف اكو نماذج
بعدها ما تم إلقاء القبض عليها. وأكيد أنتم كوزارة وكقسم مسؤول عن هذه الأفعال وهذه الأشياء اللي تطلع للجمهور العراقي أو الشعب العراقي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بعدهم أحرار يفترون بالبلد، ينزلون فيديوهات فاضحة، متى يتم إلقاء القبض على هذه الشخصيات؟ لا بالتأكيد بعض السوشيال ميديا المحتوى الهابط يبث من خارج العراق بالتأكيد أخي، وكثيرة جدا هي مواقع بث المحتوى الهابط. يتم حصر مكان محتوى الهابط واتخاذ الإجراءات القانونية إذا كان ضمن نطاق بلدنا الحبيب، ولكن هناك بعض مواقع التواصل الاجتماعي اللي تبث محتوى الهابط هم من خارج البلاد. نعم زين سيادة لو، أنا أريد أسألك اليوم، انت اكيد طالع لك في مواقع التواصل الاجتماعي او من خلال الـ 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 الشاشات او من خلال كثير من الامور، هذه الشخصيه اللي لا هي ولد ولا هي نقدر نعتبرها بنت، ما نعرف شنو الجنس اللي هي بي ولا نعرف كل شيء عنها، وتظهر لها فيديوهات ويعني صور باشياء فاضحه بامور مخله بامور خادشه للحياه، انا اريد اعرف من خلالك هل هذه الشخصية متابعة من قبل وزارة الداخلية؟ احنا سبق وشفنا اكو امر قضاء عليها، لا يعني هذا الموضوع بعده لو خلاص ما حد متابعها بالوزارة. لا بالتأكيد اخي، هذا المحتوى الثالث خاصة الجنس الثالث اللي هم لهم ذكور لهم اناث، صاروا موجودين في كل بلدان العالم، اما نتيجة حالة مرضية او نتيجة لاخذ بعض الهرمونات. بالتاكيد متابعيها هكذا حالات، ولكن كما اسلفت بعض الذين يبثون في مواقع التواصل الاجتماعي هم خارج البلاد، بالتالي صعب الوصول عليهم. احنا بنركز على اللي موجودين داخل البلاد، نتابع مواقع التواصل الاجتماعي من خلال رصد والتحليل ومتابعه المحتوى الهابط، بالتالي حصره في نطاق معين وتحديد موقعه ومخاطبة القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. طبعا نشكرك الشكر الجزيل سيادة اللواء الدكتور عدنان حمود مدير حماية الأسرة والطفل في وزارة الداخلية على هذه التوضيحات. ذكر سيادة اللواء أنه هذا الموضوع بعد لا يزال وإحنا متابعين للموضوع، ولكن أنا أريد أرجع أتكلم بهذا الموضوع، خل أشوفكم هذا النموذج اللي لا هو متحول، لا هو ولد، لا هو بنية، يوم يظهر لنا على أنه هو ولد، يوم يظهر لنا على أنه هو بنية، وينزل فيديوهات أو تنزل فيديوهات وتظهر لها فيديوهات وفضائح وتفتر بالشوارع، يشاهدها الناس في بغداد في باقي المحافظات، وكأنه شيء لم يكن. اليوم هاي الحملة راح نرجعها وراح تبقى مستمرة من خلال أول نموذج، هذا النموذج اللي أساء للعراقيين بصورة عامة، أساء لكل الشباب أو البنات، اللي هو لا محسوب على الشباب ولا هو محسوب على البنات. نريد نعرف هذا شنو، هذا الكائن هذا منو، شنو أهله، وين بعدها صغير، ما أدري بعدها صغيرة وين أهلها عنها، وين الأسرة، وين الأصدقاء، وين عنهم؟ بين يوم ويوم طالعت لنا فضيحة إلها، بين يوم ويوم تطلع تسوي فيديوهات برقص وبمناظر ما أعرف شو نسميها، وتطلع لك الفيديوهات بالفيسبوك بالإنستغرام باليوتيوب بالتيك توك بالواتساب كل المواقع، وين ما تفتح مواقع التواصل الاجتماعي تشوف هذه النماذج، ويتم تداولها بصورة كبيرة وبصورة كثيرة جداً بالجروبات وقنوات التليجرام والانستغرام وغيرها. تفتح اليوم تلزم تليفونك بأمان الله، تريد تشوف تتصفح آخر الأخبار، تشوف مواضيع، لابد أنه يطلع لك فد 10-15 فيديو على هذا، مدري هاي والله ما هسا أنت شنو، أنت منو، ولد لو بت، غير نفتهم. ناس تقول اسمع عباس، ناس تقول اسمع راما، ناس تقول مدري شنو، أنت شنو، بنية لو ولد، كنتي ولد، بعدين من صارت مال المحتوى الهابط قلتي انا بنيه، بعدين رجعتي انا ولد، بعدين رجعتي شنو؟
يعني ماكو دولة تراقب، ماكو ناس تبحث عن هذه الشخصيات. ما اعرف يعني ما اعرف سماء السؤال، اريد اتحدث ويا هذا النموذج، تحدث وياه باي صفه، يعني ذكر لو انثى. طبعا بالمناسبه في وقت سابق تم اصدار هذا القرار للتحقيق بالفعل الفاضح. وثيقه القضاء العراقي وجه باستقدام رقية رحيم المعروفه باسم عباس الركابي للقضاء. مصدر أمن القضاء العراقي أصدر أمر استقدام بحق رقية رحيم المعروفة باسم عباس الركابي، وأنه بهم يعني رامة، هم رامة لها اسم. هاي حتى انتحال شخصيات، هاي ثلاث أسماء عندها، ما أدري عدة، ماكو شيء. وذلك للتحقيق بخصوص جريمة الفعل الفاضح والمقدمة من المشتكي الحق العام المدعوة رقية. تظهر في بعض الأحيان على شكل أنثى وأحيانا على أنها ذكر، وفي سابقة أخرى استخدمت عجلات حكومية مضللة وقامت بالنداء من اللاسلكي في الشارع العام. وبحسب وسائل الإعلام فإن رقية شخصية معروفة على تطبيق التيك توك ولديها متابعون من داخل وخارج العراق، غير أن هنالك خلافا على هويتها بسبب ظهورها تارة على هيئة فتاة وتارة أخرى على هيئة ذكر. وفي البداية ظهرت على هيئة فتاة وبعدها تحولت إلى ذكر، وأخيرا ظهرت بملابس نسائية وأبرزت ملامحها الأنوثية وسمت نفسها رامة. هسه انت رامة، عباس، رقية، ولد، بيت، انت منو؟ انت منو؟ غير نفتهم هاي النماذج منين تطلع لنا؟ يعني مرات تقول اكو صفحات، يعني اكو صفحات متقصده تنشر بس هذول النماذج، يعني هذول الصفحات هم لازم يشملهم موضوع المحتوى الهابط يا ناس. الموضوع لا يزال، الموقع بعده والشكاوي بعدها، ولكن احنا نطالب وزاره الداخليه بالقاء القبض على هذه النماذج من دون ما واحد يشتكي. عمي مو الا واحد يشتكي، هم موجودين واحرار ويفترون ويرحون ويجون. واذكر الحمله مستمرة منا لحد ما نخلص من هاي النماذج. اليوم هاي مدري، هذا الحلقة اللي بعدها غير شخصية، الحلقة اللي بعدها غير شخصية، وهكذا عندنا شخصيات موجودين بالرصد. هذول الأشخاص اللي جاي يلوثون بالمجتمع العراقي احنا ما نسمح لهم أبدا، ما نسمح لهم. يعني المعرف يعني أكو هواية عوائل ابنائهم يعني يكمش تليفونه زين، يطب لليوتيوب، لو يطب حال الناس يطب يلقى لي هذا النموذج. يعني ما اعرف عبالك فيروس بكل برنامج، وين ما تدخل تلقاه، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب، تيك توك، زين. بل الموضوع الاصعب انه هم ذولا جاي تجيهم واردات من المتابعين ويسوون اعلانات. العتب على هذا اللي يجيهم ويقول لهم يابا تعال سوي الاعلان، انت شنو انت هذا شنو حتى يسوي لك اعلان وجايب لك متابعين وما اعرف شنو. هم لا قيمه، لا كل شيء ماكو، كل شيء ماكو. لا والناس تتابع حساباتهم وتسويهم وتصعدهم وتسوي حساباتهم عاليه ويهتمون بيهم وبحياتهم الشخصيه وبيومياتهم، على شنو؟ على شنو؟ على شنو؟ هاك انت ترى اللي جاي تتابعه وتعطي لايك وتوجه للفيديو، لو توجه وتشارك للفيديو، انت ترى جاي تساهم بهذا الموضوع، انت جاي تساهم بنشر هكذا شخصيات. بل هي رذيله، مو شخ، هاي رذيله. ما اعرف يعني ما اكو 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 تكليف بالحضور، ولحد الان ماكو، يعني ماكو. طلعت موضوع قبل ايام على انه هي ميته، وطلعت وحده تبكي وماتت، مدري مات وادعوا لها ومدري شنو. والبعض شاهدها قبل يومين تفتر في احد شوارع بغداد، سوت هذا الموضوع، ماتت، حتى شنو، حتى تختفي تتوارى عن الانظار وترجع بعدين في فيديوهات فاضحه، هي على ذيكه، على غيرها، على غيرها. بس ما ادري هاي النماذج وزاره الداخليه، نتمنى من عندكم القاء القبض على هذه النماذج.
ودوهم مصحات، ودوهم للشرطة المجتمعية، دخلوهم أطباء نفسيين، لازم تعالجون، تلقون القبض وتعالجون هاي النماذج. وعيد وكرر، اليوم هذا مدري هاي، باكر غيره، الحلقة الجاية غيره. راح نستمر بمتابعة هذا الملف، المحتوى الهابط، لأن ذولا فعلا هابطين ومحتواهم هابط. خلينا نشوف. يعني طبعا بالمناسبة هذه الشخصيات ظهرت لنا في فترة من الزمن، يعني من ثلاث إلى أربع سنوات، والبلد يعني طالع من كورونا، العالم كله طالع من كورونا ومشاكل و و و، وظهرت لنا هاي الشخصيات وتغلغلت. لذلك يعني احنا ما أعرف يعني شو وقت نقول، شو وقت نخلص من صارت الحملة مال المحتوى الهابط. هاي مدري هذا ضمت راسه، مدري ضم راسه، بعدين انتهت شوي، انتهت رجع للساحة من جديد. طبعا هذا كان آخر موضوع في فقرة فيس تو فيس، اللي هو موضوع راما، ما ادري شو اسمه، ما ادري شو اسمها، ما ادري بيت، ما ادري ولد. ان شاء الله واكرر الحلقة الجاية ايضا غير اشخاص وغير نماذج. مشاهدينا الكرام، وصلنا لختام فقرة فيس تو فيس، فاصل قصير وفقرة ترند تيوب، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. اهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في فقرة ترند تيوب. فيديو الاول فيديو مؤلم، خلينا نشوفه بعدين نتحدث عن هذا الفيديو. في هذا الفيديو البعض ما افتهمه، هنالك عامل فارق الحياة بسبب انه هو وقع عليه التراب، ويعني بهذا مكان عمل، فصار اكو مشكلة، صارت اكو يعني في هذا المكان، فالعامل يعني وقع والتراب هذا صار فوقه، يعني انهار عليه التراب فتوفى وفارق الحياة. وبالفيديو محاولات لإنقاذه أو يعني جلاء الجثة من تحت التراب. احنا هنا اليوم نحكي، طبعا هذا الفيديو في محافظة الناصرية، احنا اليوم من نقول يا ناس يا عالم، العامل يعني يجب انه احنا نوفر له حمايات وسلامة اكثر وامور. يعني هو بالنهاية جاي يشتغل في مكان خطر او مكان صعب العمل به، لذلك احنا لازم نوفر له وسائل الحماية ووسائل السلامة، لانه هذا الموضوع يعني مهم جدا. احنا اليوم ما نريد نفقد حياة اي بشر، اي مواطن، اي كان عراقي، نفقد هذا الشخص ب يعني امور، يعني مع الاسف احنا نقولها امور بسيطة، هي المفروض اني اوفر لي العامل السلامة والأمان للحفاظ على حياته. يعني الله يرحمه والله يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. طبعا احنا طلعنا الفيديو حتى ننبه الشركات، ننبه أصحاب المحال التجارية، ننبه كل الناس اللي عندها شريحة من العمال تعمل وياهم، يجب أن تحافظون على حياتهم وتوفروا لهم وسائل الحماية. خلينا نشوف التعليقات حول هذا الفيديو. جاسم يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، رحم الله برحمته الواسعة واسكنه فسيح جناته. أيضا تعليق، رحم الله تعالى جناته. هدى تقول هاي شركات ذي قار الرصين ولينة. أما أحمد يقول العراق مدري ليش ناسه يخلصون عمرهم شقاء في شقاء وماكو واحد مرتاح. أي والله، هذا كان آخر تعليق بخصوص هذا الفيديو اللي ايضا انتشر بصوره كبيره جدا. الفيديو اللي بعده ايضا نبقى في محافظه الناصريه. المقاولين من ياخذون شغل من الدوله، شغل ثقيل، شغل بمليارات، ياخذهن بس هو يقدم شغل بائس. الاقوى من هذا الموضوع كله واحد من الـ يعني والله ما اعرف شو اسميه، ما اخذ شغل عرصفه، ما ادري شنو، بناء، ما ادري تجديد، وهذا وشوفوا بيش يزقي او 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 يسوي الخبطه، ما ادري يسوي الكونكريت، شوفوا شنو الطريقه اللي يسويها العامل.
تدقون بالبيبان بالحسين. هيا الله يعلم محسب ليش ماخذ هذا المشروع كم مليار زين، وكم عامل مسجل، وكم آلية، وكم تنكر ماء، وكم خباطة، وكم بام، وميزانية تخمينية، وغيرها من هاي الأمور. الله يعلم ايش قد مسجل، وهو تاليته مطلع لعمال ياخذون مي من البيوت والمحلات يسوون الخبطة الكونكريت، ما ادري ايش يسمونها، هاي الخبطة مال اسمنت يسوونها. المي يجيبوه من البيوت ومن المحلات على سطل سطل. يعني بس اردفتهم هذا شغل؟ يعني انت شو وقت تحلل خبزتك؟ اكيد هذا الرصيف او هذا المشروع الشارع هذا انت ماخذه فد بكذا مليار اكيد، تستحي فتطلع لك تنكر مال مي يعني تكمل بي شغلك. زين عمي هسه انت ما جاي تشتغل، انت جاي تشتغل محافظتك، انت ما جاي تشتغل اسرائيل. هاي ناسك واهلك وابوك واخوك وامك واهلك واصدقائك يفوتون منا ويستخدمون الشارع ويستخدمون الرصيف، انت جاي تشتغل لناسك واهلك. مين جاي؟ من غير كوكب؟ جاي من المشتري؟ جاي من عطارد وجاي تشتغل؟ مين جاي؟ الله ما اعرف. خلينا نشوف التعليقات حول هذا الفيديو ماذا كانت. جيب مي من البيوت يقول سلطان مقاول دمج هذا. يا الله. احمد يقول بالاصل ترش ماده مثل الزيت على ما اتذكر الهنود قبل 43 سنه كانوا يرشونها على الارصفه بعد صبها، ولا يستخدمون الماء هذه الارصفه لحد الان مو مثل الحديد الصامده. احمد يقول هذا المقاول تلاف للبنكه. حسين يقول كلام صحيح، كون اغلب مشاريع الناصريه هي سرقات مبطنه ومقاولات لمجاملة بعض الشخصيات والاستفادة من العمولات التي تمنح أو تمنح للمسؤول عفوا لقاء هذه المقاولة. للعلم شوارع ما بها شيء بس يردون يسرقون وفلشوها ورصيف جديد بدل القديم، معروفة هذه. بهجت يقول الظاهر هذا المقاول مشتري له فيلا بفلوس المقاولة ومخلص فلوسه ودا يتقصد أو دا يقتصد بالصرف. الظاهر والله الظاهر فقر هذا المقاول. هذا كان اخر تعليق بخصوص هذا الفيديو، فيديو المقاول اللي مطلع له عماله هيك يروحون يجيبون مي من المحلات. الفيديو اللي بعده يعني ما ينوصف من اخر نقطه في العراق من راس البيشه. يعني تدرون انتم من تتقرب الزياره الاربعينيه يبدا توافد الزوار ويرحون لهاي النقطه ويرجعون مشي، ولكن هذا الفيديو يختلف اختلاف جذري، لانه اللي راح يظهر بهذا الفيديو ما اعرف شنو اسميه. سلام الله عليك يا سيدي ومولاي يا ابا عبد الله الحسين. من اخر نقطه في العراق هذا الزائر يسحب والدته الكبيرة في السن ويذهب نحو صوب كربلاء المقدسة من البحر إلى النهر. هكذا هم العراقيين اللي ما ينوصفون أبدا، وخصوصا في هذه الشعائر الدينية، شعائر آل البيت عليهم السلام، آل بيت النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ذهب إلى كربلاء من راس البيشة، مكان تدرون به مي على الطين على كثير، يعني كثير أمور، أبعد نقطة كلش من الحدود لكربلاء، يعني ما يجي من البصرة، لا من راس البيشة يروح. زين تنطلق المسيرة الحسينية نحو قبة الأحرار نحو كربلاء المقدسة، وهذا الفيديو اللي ظهر يعني أمه ما بيها حال تمشي، مرة كبيرة. زين طبعا بالمناسبة من هاي الحالات راح نشوف هواي زين يعجز اللسان الوصف، ما تقدر توصف. زين
يعني من تشوفه انت بالكاميرا ممكن تتاثر وهذا، بس بالواقع لا، بشكل اخر. هؤلاء هم زوار وقاصدي سيدي ومولاي ابو عبد الله الحسين واخيه ابو الفضل العباس لاحياء ذكرى الزيارة الأربعينية. هؤلاء هم العراقيين. خلينا نشوف التعليقات. عبد الرحمن يقول الحسين يحفظك. سيد أبو تراب يقول لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، عظم الله لكم الأجر إن شاء الله. أما سيد موسى الموسى ويقول تقبل الله أجركم وطاعاتكم وصالح أعمالكم، نسألكم الزيارة والدعاء. سعدون الزيارجاوي يقول مأجورين وموفقين إن شاء الله. أما عبد اللطيف الجابر يقول موفق والله يتقبل. هذه كانت تعليقات الناس على هذا الفيديو اللي هو كان آخر فيديو في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم. مشاهدين الكرام، وصلنا إلى الختام، حتى ألتقيكم في الحلقة القادمة، نقولكم في أمان الله.